قبل أن ندخل الهواء، أنت كتبت تغريدة أستاذ أحمد حسن، قلت أن يبدو أن أردوغان وكأنه هو من هندس طاولة المعارضة من كثرة ما يخدمونه بتصريحاته وأفعالهم. ماذا تقصد بأنه يخدمونه؟ هل انسحاب إنجا يخدم أردوغان بشكل أو بآخر؟ نعم، يعني اليوم رئيس السلطة لديه 20 عام، ذات تجربة كبيرة على مستوى السياسة. حين يستجر واحد من المعارضة يقول أنت ترشح، فكان يفترض بالمعارضة إحداث صدمة في الطرف الآخر وعدم ترشيح كليتشداروغلو. يعني استدرج كليتشداروغلو وهم ساقوا في هذا الجانب. هذه ورطة. الورطة الثانية شكل الطاولة الثلاثية. لقد قام الرئيس أردوغان مرارا بقوله أنتم يعني اجمعوا بعضكم، توحدوا مع بعضكم ثم تحدثوا معنا، فأعطى إيحاءات، فقاموا هم بمشروع مشابه. حاليا مثلا قبل عدة أيام، قبل 4 أيام، كان مخطط الحملات عندهم كانوا 6 معا في التلفزيون، يعني 6 قنوات موجود فيها 6 رؤساء للطاولة الثلاثية وفي نفس التوقيت ويتحدثون عن الحملات الانتخابية الخاصة بهم. طيب الجمهور التابع للمعارضة كيف سيتابع 6 على 6 قنوات؟ إذن هناك أخطاء كبيرة كلها تخدم حزب العدالة. مثلا اليوم كلام الرئيس مع الشباب، اليوم حلقة الرئيس مع الشباب الساعة 9 مساء مبنية تماما بالأسئلة الجريئة والحساسة من الشباب، مبنية تماما على اتهامات المعارضة خلال الشهرين الماضيين. يعني جابوا كل اتهامات المعارضة سواء التي ادعي فيها وثائق أم لم يدعى فيها وثائق وعرضوها على الرئيس من أجل أن يجيب عليها اليوم الساعة 9. هذه أيضا خطة تسريب خططهم. يعني المعارضة تحدثت عن خطط منفرة للناخب التركي، مثلا علاقتها مع الغرب، مثلا موضوع التنازلات أمام الغرب. هذه الكلام حتى لو حصل من المعارضة يجب أن لا يصرحوا بذلك، لأن السياسي لا يصرح بهذه التنازلات، لا يصرح بهذا الشكل، لكن المعارضة قامت بالعكس وهذا أيضا يخدم أردوغان. نقطة أخرى مثلا داود أوغلو مثلا قبل يوم أمس قال إن العرب يعني يأخذون عنا صورة خاطئة، الدول العربية تأخذ عنا صورة خاطئة وإذا وصلنا إلى الحكم سيجدون أن نحن ناس مختلفين. يعني هذا يعطي إحساس للناخب في تركيا على أن هذه الطاولة ليس لها علاقات مع العرب، ليس لها علاقات دولية. يعني هذه التصريحات يجب أن تكون تصريحات حكيمة ومدروسة بدقة.